بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. أخش نعمل لكم تقرير داخل سوق أبويرة يا جماعة. النهاردة الخميس 29/8/2024، وسوق أبوير يعني الخير، يعني النعاي الحلوة، يعني الجديان الطواليق الحلوة، يعني بسم الله ما شاء الله شوية النعاي الحلوين، يعني التشكيلة الحلوة الجميلة يا جماعة. بالصلاة على حضرة النبي زي ما انتم شايفين. سلام عليكم الأول، صباح الفل كبير، نارك أبيض بالصلاة على النبي. دي ايه سنها النعية دي؟ دي قافلة يا جماعة بالصلاة على النبي. عشر ولا لحم دي؟ عشر كبير، صلاة النبي يا عم. كام الفلوس يا ولد عمي؟ الاثنين دول معمولين ب 19,000. اتفرجوا على اسعار الاسواق يا جماعه اللي احنا بننزلوها اسواق المزرعه. الصلاه على النبي. الاثنين دول دي عشر برضه صح؟ الاثنين عشر كبير. الاثنين اي عشر مكدي يا معلم؟ يعني خمس شهور يعني ضارين على كده؟ ضارين. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. بصوا ما هي عشر اربعات دول يا معلم. لا قول اربعة ونص عشان لسه الضر برضو ايه ما نزلش بتاعه. الصلاة على النبي. معمولين ب 19,000 يا جماعة، نعيتين حلوين للأمانة. يعني 9.5 و9.5 أو 10 و9، دي 10 و9 ودي 10 معلم. بكام دي؟ والله ما هذا الكون كله معروف، بس دولة عملوا ب 19,000. فين الكون؟ والله العظيم كنت اللي بركض قبل ما يجي خمس نهار. العاقل 4,000 4 5 ديوال تحتيها؟ ايه؟ الرميس الحلو. الصلاة على النبي يا عم تبارك الله. اوعد بها. ودي عشر ولا ايه؟ عشر بوكس. طب بما يرضي الله عليه كام الكون ده؟ بما يرضي الله عليه 46,000. 46,000 صلاة النبي. هم يا جماعة ب 46,000 خمس نعاي يوم صلاة النبي، فيهم أربع عشاير وفيهم واحدة والدة. 46,000 قسمها زي ما تقسمها. تسوى إن شاء الله، إن شاء الله. الصلاة على النبي تبارك الله. أقول أنا حولتها أبي 50 يوم من قبل. كم تليفونك لحد محتاج حاجة منه؟ ماشي اكتب عندك أبو عبد الله 011 011 264 79 70. الله يوسع عليك أبو عبد الله، مال طيب والله. شوية الجديان دول معاه؟ الجديان دول أبوهم. دي أمهم؟ الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. الأم إيه سنها؟ إيه سنها الأم؟ كم معلم؟ عليها 65 يا جماعة صلاة النبي. طب يا رخيص يا 65 تحتاج جديد. حلو والله. حلو والله 65. هذول الوحدين يعملوا 5,000 مرتاحين يا جماعة، ودي ب 1,500 وقعت والله ببلاش. طبعا ياخذ عرق، ياخذ له 200 300 عرق على الأقل هو. 65 الصلاة على النبي. كم طيب والله. الوالدات صبايا والوالدات صبايا. هذا يا جماعه دي اول شروه بالصلاه على النبي، يعني حياه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دي يا جماعه فلوسها 10 و200 واشتروا ب 10 ونص. صلاه النبي تبارك الله. نور عم محمد الصلاه على النبي. قلت لي دي ب 10 و200 فلوسها صح؟ واشتروا ب 10 ونص. صلاه النبي. ايه ثاني معنا في الكوم ده محمد؟ معنا خروفين. خروفين. الخروفين بكام دولا؟ الخروفين دول ب 10 الا 200 يا جماعه. صلاة النبي تبارك الله. دي فلوسهم ب 10 الا 200، يعني قول يخلصوا ب 10 دول. صلاة النبي. والرميسه دي بيه؟ 45 دي يا جماعه. والخروف دي؟ 8,000 يا جماعه. 45 و8,000. صلاة النبي تبارك الله. رخيصة معلم والله. كام التليفون محمد لحد عايز له حاجة منهم؟ مش حافظه؟ ماشي يا معلم. الجدي ده جدي حلوة يا جماعة، طلوقة برضه كسر 4 سنات. كام الشراء معلم محمود؟ 55 عم. 55 يا جماعة الشراء فيه. كسر 4 سنات، 5,500. صلاة النبي. جدي حلو بس طلوقة، تبارك الله في الطلوقة. طلوقة تبارك الله. السوق كله خير لسه في البدر، احنا يا جماعة الساعة 6:30 دلوقتي. حاولوا على قد ما نقدر كده نعمل لكم تغطية حلوة النهاردة للغنم والماعز. معلم ريب
صباح الفل يا زعيم، مبارك يا معلم. 3 جديان دول؟ 3 جديان كم يا معلم؟ بيشتروا فيهم ب 75. بيشتروا فيهم ب 75 3 جديان يا جماعة. 75 7500 جنيه. صلاة النبي. دارك أبل يا معلم رجب. حبيبي على الله. دارك أبل الله يوسع عليك يا معلم. كم اشتروا معاك في ده معلم؟ 7.5 ده يا جماعه خروف. يمشي سكه اللحم ويمشي سكه لو عايز تكمل، بس اللحمه يا حلوه ما شاء الله تبارك الله. سيب تليفونك لحد عايزه منك. سيب تليفونك لو حد عايزه منك. سيب تليفونك. كم تليفونك؟ 012 789 00737. اسم الكريم؟ فايز. فين يا معلم فايز؟ حريه. حريه كبومبو يا جماعه، الصلاة على النبي تبارك الله. 7.5 اشتروا فيه. كم يا عمده ده صلاة النبي؟ عليه 72 يا جماعه، 7200. الرميس ما حدش واقف عليه احمد تبعك؟ تعال طب قول لي عشان لو حد عايزه. 7200 ده يا جماعه، 7200. صلاه النبي. افرشكم خروف يا جماعه، خروف بسم الله ما شاء الله حلو كده. شوفوا صنعته انتوا احكموا بنفسه. بصوا الخروف ده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. برديسي، البرديسي الاصلي يا جماعه. الصلاه على النبي. اهم حاجه في الطلوقه شغال. الطلوقه على مع نفسه، على دراعه. على دراعه. والله على دراعه. صلاه النبي يا عم. والسن 4 يا حج احمد؟ 4 سنات. كم فلوس انا بيعوا شراء حج احمد؟ لا عليه فلوس يعني. كم فلوسه معلم؟ 14000. 14؟ 14000. الصلاه على النبي، 14000 يا جماعه. طلوقه على دراعه. طلوقه على دراعه. ايه هم دول بقى؟ دي نعجه اها بتها. دي نعجه بتها. ايوه عشر فوق بتها ان شاء الله. عشر فوق بتها يا جماعه. فرادي وادي بتها. فرادي وادي بتها. ودي عشر. ودي عشرة يا جماعة. ب20000 يا جماعة، الصلاة على النبي ما شاء الله. هم كوم ب20000، حلو والله. كم التليفون يا معلم أحمد؟ 04-55-12-97. ماشي يا معلم، الله يوسع عليك حبيبي يا معلم. هذه إذا كوم يا جماعة برضو هم، الصلاة على النبي دولة. واحدة عشر في الطلوقة ده بيقول لك على دراعه، فلوس 14000. ده كوم ثلاثة نعيتين والدين ونعي عش ب20000 فلوسهم كلهم على بعض. الصلاة على النبي يعني شغل يا جماعه في الاسواق تبارك الله. صباح الفل يا حاج، منورين يا عرب، منورين والله. صلاة النبي عليكم. حاج منتصر، حاج محمود، حاج حسين، ناركم زي الفل بالصلاة على النبي. دي عش. لا كم حاج منتصر؟ والله قلبك البيع زمان ما ظهرت معانا يعني. احنا مشترين هذه قلبك ب85 بحال ربنا. 85 لحمه 85 فلوس 8500 يعني يا جماعه. تمام بالصلاه على النبي. تمام. لكن معاي البيع والشراء الله يزيد. الله يزيد. الله يزيد. الله يزيد ان شاء الله. والمعيز اللي هناك ده حقك؟ والمعيز ده حقي. كم يا كم؟ ايه معي ايه كده؟ تعال من وراك انت. ماشي. العنزه دي لبن. العنزه دي لبن يا جماعه، بصوا اللبن فيها. صلاة النبي حاجة تبارك الله. صلاة النبي بس يا حاج. صلاة على النبي يا عم، صلاة على النبي يا عم. كياس اللبن ما شاء الله. والسخلة دي برضه لبن. والسخلة دي برضه لبن. بص على السخلة دي. خلي بالك عجلة ب 6000 ب 60000 بتعرف تجيبها. الصلاة على النبي. هذه الدروع. الصلاة على النبي. لو ما جابوا أكثر من عجلة ب 60000 ب 61000 ما عرفش حاجة. تمام. تكلف نفسك بتجيب بقرة ب 65 كلام سليم، لكن حتجيب عنزتين بحاجة ما مكملاش 10000. صلى على النبي يا عم. كم فلوسهم؟ ولا بيع وشراء؟ البيع والشراء. كم البيع والشراء؟ واحدة ب 45. واحدة ب 45؟ واحدة ب 47. واحدة ب 47، 47 اللي هي الحمراء. الحمراء. صلى على النبي يا عم. ودي ب 45. ودي ب 45، واللبن يا جماعة، اللبن ضمان. أكيد. شروط اللبن. شروط يا عم. أيوه عشان لو يعني تاخذها منه لو ما حلبتش ترجعها له ثاني. أيوه. كل المشاهد. أيوه. لو انت مسافر خدها وسافر بيها، ما نفعتش تعالي تاني على حساب. تمام يا عم هداك العين. اي والله اي والله. ايوه طب ماشي، احنا تفرجنا على دول التانيين بقى زعيم. تعال افرجك على ماشي الزعيم.
الحليب مر يا حي. دي بتة هدية ومعاهم دية. فلوسهم بحال ربنا ب7000. 7000 الثلاثة. هم الثلاثة دي لهم. والصغيرين دول معاك؟ الصغيرات دي مش معايا دول. دول ب7000. ودي طبعا قلبنا قلنا ب85. دي ب85. والتليفون يا زعيم؟ 011-00-21-71-84. كل سنة وأنتم طيبين. وأنتم طيب الحج منتصر يا جماعة. الناس المحترمة يعني. تحياتنا ليك يا حج. الله يوسع عليك. بالصلاة على النبي. هذا يا جماعة بالصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله. ده كان تقرير أول من داخل سوق الغنم والماعز. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك. والناس اللي داخل تشترك معنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.